مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج حوارات نقدمها لكم هذا الأسبوع من العاصمة الألمانية برلين. يشارك معي في إجراء الحوار الأستاذ عثمان عبدالقادر جولاي من السويد. ضيفنا اليوم هو الأستاذ إبراهيم إدريس من العاصمة السودانية خرطوم. إبراهيم إدريس هو القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا بجمهورية السودان الشقيقة. السلام عليك أستاذ إبراهيم. أهلاً أهلاً ومرحباً بك أستاذ حمدان. مرحباً أستاذ إبراهيم. كالعادة نحن دائماً نطلب من ضيف قناة القرن الأفريقي التعريف بنفسه. أنت رجل معروف ولكن يستحسن لأن القناة مشاهدة في أكثر في دول القرن الأفريقي أن تعرف بنفسك أولاً حتى نبدأ بالحوار. تفضل. طيب شكراً جزيلاً أستاذ حمدان. إبراهيم إدريس إبراهيم، مواليد 71، في مدينة دقمحارب إريتريا. المراحل الدراسية درست الابتدائية في سكول حبشة حينها، وثم أكملت الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة بورسودان مدرسة الأميرية الثانوية، ثم التحقت مع الزملاء الطلاب إلى الثورة، ومن ثم أيضا بعد التحرير التحقت بكلية الإعلام. شكرا أستاذ إبراهيم. الآن أعطي الفرصة برامج حوارات الزميل عثمان جولاي هو المسؤول عن هذا البرنامج، أنا اليوم أعتبر نفسي كمساعد، فهو سيتقدم إليك بالأسئلة باللغة التجرينية. تفضل الزميل عثمان. سلامات بتاعي إبراهيم إدريس بتاعي بدايت إنباسي أجر إترا أفكارتم أجر السودان بقدم النت لزي زهب قانا عدل كمسكنا كفتو كل جزيرة من نجورو غاني أب معتوي تاشانا بعلو نفسه من مخلالي سل بجبر أرضي معتوي بعلها ماني إبراهيم إدريس وكافلو إنتخوني أب سوشيال ميديا أب كله أب كله تزكتات الإرتراوي سل دير فلتاكا زيادة أون نتم تعزفتنا ورأيتنا كي نيزي كنال زي أب ملوء قرن أفريكا قرب ليلة تكبر عدلنا. راي مرحبا أستاذ عثمان، بقدام النت نبتي ليلة مأتاوي نتي أبزي كنال زي مساقمن بمن قدهمن كامس تفل عليها هجرات عالم بيركبوا زيجاتنا المرقب تغابين عدل نسجن نتي بزي باغاتكم تكبر زلو حيال سعري دائما سكون فوق حل فايدل كتسيلة إبراهيم إدريس إبراهيم بحل شعن شعات ميتين سبعان حادة توليدي ما باتا تمرتي اب كتما دوت محاري اب سكول حبشة مهيري بدحر يو من السودان اب سودان اب يوبا قايح بحري كتما بور سودان ما كلاين العلوين رجا تمرتي ودي بدحر يو نام ميدا مسبس اوتو تسليفة مالج ام ميدا كمتي لمود تي قبو تعليم بحر موساد نب حي البحري توزيعي حساب نتصند ثم أب حي لتاتنا حي البحر فيني قال سنيرة مالي زي بحسر زبالي مأتوي ببحريو أب تمرت بمغسال أب ماس كوميونيكيشن تتعليه مالتي بنحريوها أب أبتي
دحري سالساي ودباو غباي مالتيو ناب ماكلاي يتصفد ودباو غمبار ديموكراسي مفتحن تمديبه ابو حساب شحن شعات ميتن تسعان حموشتن صنيحي بدحريو نبكالك چنفر ناي مصباح ابالنت توزيعه مالتيو ابوين عاد عام زغون سريعه بدحريو اندغنا نب ماكلاي بالصحفت جواب غمبار ديموكراسي مفتحن ابو رحمه مقابيت تسعان شبشتن تمليسي حساب تلتشحن أثرت حاداً لما أب ما أكلاي بيت صحفت إجواب مبار من مفراسين فتحن أب سكرتاريات ناي بلوتيكاون ودباون بدايات بيني سرح سنحي تلتشحن أثرت حاداً ناب منيستر وصاب بدايات تمديبي أول حقلتي تلتشحن أثرت حاداً لما ناب سودان كم ألاف بوليتيكا وقديات بين الإمباسي هاجر إريترا في السودان تمدي ساب يتشحن عسر تربعة سرح تانيحي بدهري دماء تبشحن كاب يتشحن عسر تربعة من تتصاهم قديات إمباسي هاجر إريترا في السودان بين يتسرح اللهم عليك زي بحسر قبلين مأتوي توي ليلة شكرا أستاذ إبراهيم على التعريف أولا. بداية طبعا نحن نعيش في هذه الفترة في حالة استثنائية بسبب جائحة الكورونا، ومن الطبيعي أولا أن نطمئن على الجالية الإريترية أو الإريتريين بصفة عامة المقيمين في السودان. كيف يعني تجاوزت هذه المرحلة الصعبة ولا زلنا نعيش فيها طبعا في الآن في هذه الفترة لم تنتهي جائحة الكورونا، كيف تغلبت على هذه الجائحة وكيف يعني اتصالكم بجاليتنا الإريترية في السودان بصفة عامة؟ تفضل. طيب أستاذ عبدالقادر، أولا أشكر قناة القرن الإفريقي على إتاحة هذه الفرصة لنا لنطل على الجاليات والجماهير الإريترية في المهجر، وكذلك مع المواطنين الإريتريين في الداخل، وأشيد بدور هذه القناة الفتية وكحلقة تواصل بين جماهير المهجر أو الإريتريين في المهجر والوطن، تجسر تواصل بين الإريتريين في داخل الوطن والمهجر وفي خدمة الحقائق والتعريف وإيصال المعلومة الصحيحة عن إريتريا وعن التطورات في إريتريا إلى كل الإريتريين في المهجر. بالعودة إلى السؤال الأستاذ عبد القادر، عند ظهور هذه الجائحة في السودان ايضا ككل دول العالم، السودان في بتاريخ 14 مارس 2020 بعد ظهور هذه الجائحة هنا في السودان اخذ او قرر باتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية والوقائية، من ضمن اغلاق المطارات وكذلك المدارس وكذلك المرافق الخدمية الأخرى. وتماشيا مع هذا القرار في السودان وكذلك تماشيا أيضا مع القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة الإريترية واللجنة العليا لمكافحة الجائحة في إريتريا، أخذت السفارة الإريترية عدة إجراءات من ضمنها تشكيل لجنة عليا على مستوى السودان، أولا لإيصال كل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتخذها كل المواطنين الإريتريين في السودان، وكذلك لمواصلة
التوعية والتبصير بهذه الجائحة في كل الولايات، الخرطوم، العاصمة، والولايات الأخرى التي تتواجد فيها الجاليات الإريترية. هذه اللجنة يوجد من بينها 5 دبلوماسيين. تم تقسيم مهام هذه اللجنة بين لجنة الإعلام والتوعية ولجنة الخدمات القنصلية الطارئة، وكذلك لجنة التواصل مع كل الإريتريين لتقديم ما يجب تقديمه في حالة حدوث أي طارئ. وكما أيضا تم تشكيل لجنة مسقرة أيضا لجمع التبرعات لصالح مكافحة الجائحة في إريتريا. أخذت هذه اللجنة أو ابتدأت عملها من يوم 16 مارس، وانتشرت أو تم تعميم هذه اللجان على مستوى الخرطوم والولايات الأخرى عبر الجاليات الإريترية في مختلف المدن السودانية، وصولاً إلى الديوم والأحياء أو نزولاً إلى الديوم والأحياء حتى يكون في تواصل يومي مع المواطنين الإريتريين وإيصال المعلومة في وقتها لكل الإريتريين. هذه اللجنة قامت بعمل عظيم جداً وكبير جداً، خاصة من ضمن مهامها كان إيصال كل ما يصدر من قرارات أو أي بيانات تتعلق بهذه الجائحة من الدولة المضيفة السودان هنا، وكذلك وزارة الصحة في إريتريا، وتعميم هذه المعلومات بعد ترجمتها إلى اللغات المحلية أو باللغات التي يتعامل بها الإريتريون هنا في السودان. هذا كان عنده دور كبير جداً في توعية المجتمع بتاعته في السودان بضرورة أخذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية حتى لا نكون ضحية لهذه الجائحة. هذه اللجنة أيضاً كانت تقوم بالتواصل بشكل يومي عبر التواصل مع المواطنين الإريتريين في السفارة وفي مقر الجاليات الإريترية، وكذلك مع اللجان الشعبية في الأحياء، وعند حدوث أي طارئ لأي مواطن، وعند التبليغ المواطنين بأي طارئ، كان يتعامل أعداء هذه اللجنة أولاً في الوصول إلى المواطن الإريتري في بشكل سريع، ومن ثم مساعدته في كل ما يحتاجه، ويكون المسائل العلاجية أو غير ذلك من الاحتياجات التي يمكن أن تطرأ أو المشاكل التي يمكن أن تطرأ في مثل هذه الحالات. وكان هنالك تواصل يومي بحيث تمت تقسيم عمل هذه اللجان إلى عدة مهام، وكان من ضمن هذه المهام التواجد المستمر في مقر السفارة الإريترية والتواصل مع المواطنين عبر الاتصال بأرقام مخصصة للتبليغ عن أي مشكلة تطرأ في أي مكان لكل المواطنين. وحتى الآن ما زالت هذه اللجنة مستمرة في عملها، حتى وإن كان المخاوف التي كانت لدينا قد زالت، لكن ما زالت اللجان على مستوى الخرطوم والولايات تقوم بعملها في إيصال المعلومة وكذلك البرامج التوعوية الأخرى داخل المواطنين الإريتريين في السودان. إليك الزميل عثمان.
تفضل. مساء ابراهيم اقدسي نتوي علي الكانير كان مساي حمدان صدما زي زيت حسبين ابي خيدكم زلون زي فلت مع كورونا تقمت العالم زرقي حدلو عبيتي انا زول هاجرات كي ترفير عجز اتوي بزعبا نيزي حمام زي تقمت اب السودان ابزلو حبرتسب وي نهنا كوميونيتي كم يمثل سرحكم كمستزلوكم تعاق سرح انت يوسيهولكم انت يتقمت ترئيو لكم ورب بزعب وتتقل سألنا الرائد صبوق أستاذ عثمان كمتي أقدمي تقصبو زي لبدازي استقال كلي هندو بتاوس لزنبري كمتي كخون زقبو أب مقابيت تي زدلي مدلاوات بمدبار حالي بدرجانا السودان مالتيو أب كارتومن أب كل لوباتات محبروكمات الإكراوي عند الطبون لوباتات عادي العلواي كوميتي مخاتي السودان بمسرات بغطتا أب التفلالية هادوتات ويدما ناي سرح مدبات من مقال حمشتي دبلومات زركبو هذا عبي بدرجة سودان هذا كوميتي قيمو مالتو زي كوميتي زي هذا ني اتفل عليه حجز نيريتراويان فلاي ابتكنيكاوي مداي مالتو حجزو زقولو حادي كوميتي قيمو كموين ناي حبريتا كوميتي ناي حبريتا مغسباسن كوميتي مالتيو كموين تفلا ليو ني كوميتي ويل علواي كوميتي مخاتي كورونا فيروس ابيريترا زوعل تفلالي حاجزات ذو كوميتوين هذا خطي او شيء كوميتو استنتجي اذا تفلالي كوميتات زياده نس حزبي قطتا بمرفاب معقول استمدبو مسمراتنا التليفون بمقام مالتي اب كله زحلفه جزيه ويد ما زحلفو او فرح بقد صالي أبوتنا إسراح ويد ما بمباسا غريريترا بمدب سرحن كتايدا تنحنزل كوميتزا زياتن ركبات مسيبي قد صالي نيرو كاب زخوني كبابي زخوني شقر مز مز ويد ما حبريتا مز مز قلتيقن نبتي بوتا بمتاح ندي أو جلو جدانا حقز قبرا تنحن معرفتن كوميتزا حبريتا أبولو مالتيو أب محبركماتنا بالتفل عليه من قد مرفوع مالتيو بمحبره ومراخبي يكون بحبريتا بمتتع كاو حليفوين قل قل زيقاتاتنا أب نايبانقا شبر كهلو سلزفلوين بملكع عدت بمقل حدمسي تجيرو أبتفل عليه كبابيتات نازرو نتي حبريتا بزعباتي فيروسن كموين ثم حلال كله زخل من جدتاتن كموين تجبر ذلوا تنتاقيتات حبريتان لما حلالكو تصرف صنيحهم ازي كوميتزي كساب حجي السلاسل وذلوا سراح بتعمي حيال سراحيو كساب حجي يغطلوا له مالتيو هزبنا مزي كوميتز وي مسرحنا ايزي كوميتز زرعيو لعو زخاني متحقي قازن لعو زخاني متحبارن افزي كاي تقصبو حلف ايدلن سلازتي في كوميتي بدرجان اي سودان كوينو اب كلن زوباتات كمزورد تقيرو كاب درجان اي كتماتات ناب
نوسان وين ب ناب ديوم نبلو بزعدز مالتو ناب تفلالينا اكبابي وريدو أقول له هزبنا ويد ما زرقوا وخبابيتات تم زبد صح كبر صنيف مالتيو كساب حجوين تي حدقان اي تحمام سلز تي تقنطتي تسرح تصل على لوم عليك من الوقت بحسر زبالي بخمسي كم قلت صور شكرا استاذ ابراهيم. بما ان يعني الزميل عثمان ذكر انه هذه القناه مشاهده في دول القرن الافريقي وتحديدا في السودان ايضا بتصلنا طبعا رسائل, فلا بد من اجراء الحوار باللغتين حتى تعم الفائده طبعا. هذا للتنبيه. بما ان انت الان اوضحت طبعا كيف تمكنتم من التغلب على جائحه الكورونا ومتابعتكم للأحداث, وهذا طبعا شيء واجب. الآن ننتقل إلى المحور الثاني أستاذ عثمان, بما أنك طبعا أنت يعني الآن القائم بأعمال السفارة الدبلوماسي الأول, وأنا سعيد أيضا أنه للمشاهدين حتى نقول أنه الجيل الساعد أنت من الجيل الثاني, وهذا تأكيد للسياسة الإريترية بأنه طبعا عندما نتحدث عن التوريث ليس يعني هذا نظري إنما بالأشياء عملية, وهذا دليل أنه أنت تبوؤك لهذا المركز يؤكد أنه طبعاً الجيل الثاني بدأ يأخذ مكانه الطبيعي في العمل الدبلوماسي وفي مختلف مؤسسات الدولة. الآن نتحدث طبعاً عن بما أنك يعني المسؤول عن السفارة قليلة عن العلاقات السودانية الإريترية. طبعا عندما نتحدث عن السياسه عن العلاقات بين البلدين نتحدث عن العلاقات الشعبيه, طبعا هذه طبعا يعني العلاقات السودانيه الاريتريه دارمه في الاعماق, يعني هي طبعا قديمه ومتجذره. الان كيف تقرا انت العلاقات طبعا بعد الفتره الاخيره طبعا في تغيير في البلد, كيف تقرا علاقاتنا الان انت بين السودان والاريتريا؟ طيب أخي حمدان شكرا جزيلا, لكن قبل الدخول في هذا المحور إذا سمحت لي ممكن أعمل بعض التوضيحات يتعلق بتفاعل الإريتريين مع حملة التصدي لهذه الجائحة في السودان, وهو ما تطرقت إليه بلغة الإريترية قبل قليل. أخ حمدان, الجالية الإريترية في السودان هي جالية عريقة جدا, وكانت يعني منذ فترة الكفاح المسلح أو النضال التحرري في الشعب الإريتري كانت هي الحاضنة وهي الخلفية الأساسية بالنسبة لأو النافذة, باعتبار أن السودان هو يعني ممكن هي النافذة الأساسية التي كانت تطل عبرها الثورة الإريترية إلى العالم الخارجي. فمحطة السودان والجالية الإريترية في السودان لها تاريخ عريق جدا, وكانت وما زالت بتلك الخلفية تتعامل أو تتجاوب مع كل القضايا الوطنية فيما يتعلق بجائحة الكورونا الآن أو هذا الوباء المستجد. التجاوب من قبل الجالية كان كبير جدا, ولأن الجاليات الإريترية في السودان هي مؤطرة بشكل جيد ولها تنظيم قوي وإرث نضالي كبير, كان التفاعل سريع جدا والتجاوب مع النداءات بشكل سريع جدا,
وتمكننا في فترة وجيزة عبر كل الجاليات من جمع مبالغ بالرغم من المشاكل الاقتصادية هنا في السودان الآن، لكن المواطن اللي يجري في السودان عندما جاءت هذه الجائحة وجاءت حملات التبرع من أجل مكافحة هذه الجائحة كان التجاوب سريع جدا. ومن خلال هذه الجاليات ومختلف تشكيلاتها الداخلية من اتحادات شبابية ومرأة وطلاب وإلى آخره، تم إنجاز مهام هذه اللجنة بشكل جيد جدا، ونحن يعني فخورون بهذا التجاوب الكبير والسريع من الجاليات الإريترية تجاه القضايا الوطنية. عودا إلى السؤال الذي طرحته الأخ عبد القادر فيما يتعلق بالعلاقات السودانية الإريترية، لا بد من الإشارة إلى أن السياسي الذي جاء في السودان في عام 2019 أي في أبريل 2019 مرت العلاقات السودانية الإريترية بمنعطفات كثيرة وبفعل النهج والسلوك السياسي الذي كان يتبعه النظام السابق وتحالفاته الغير مقدسة في المنطقة المعادية للدولة الإريترية. لكن بعد التحول الذي جاء في 2019 عبر ثورة شعبية في السودان، كانت إريتريا أول الدول التي انحازت إلى خيار الشعب السوداني، والجميع يعلم بعلاقة إريتريا مع كل القوى السياسية والشعبية في السودان. فكانت أول زيارة لوفد عالي المستوى في مايو 2019 إلى السودان برئاسة معالي وزير الخارجية والسيد مستشار الرئيس الأستاذ يمان الإبراهيم. ومنذ تلك الزيارة توالت الزيارات بشكل مستمر حتى كللت بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس جلسة بورتو في 2019 في سبتمبر، وكانت محطة فاصلة جدا في تاريخ العلاقات الإريترية السودانية بعد التغيير، وأرست أو كان نتائجها نتائج مثمرة جدا، وتم الاتفاق على عدة مجالات وقضايا ربما ذكر حينها المسائل التي تم الاتفاق حولها، وحيث تلاه معالي وزير الخارجية الأستاذ عثمان صالح و معالي وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء محمد عبد الله حينها. وتوالت هذه الزيارات أيضا بعد تلك الزيارة وصولا إلى الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس السياسي للسودان أي في يونيو 2020. هذه الزيارات وبهذا المستوى العالي من قيادة البلدين سواء يكون إلى أسمرة أو إلى الخرطوم إنما يدل على أهمية هذه العلاقة وأزلية هذه العلاقة وتلك الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين في إريتريا والسودان. وإريتريا تشكل عمقاً استراتيجياً بالنسبة للسودان، وكذلك العكس، السودان أيضا هو العمق الاستراتيجي لإريتريا. ومن هذا المنطلق ظلت إريتريا حريصة على وجود علاقات مستقرة بين إريتريا والسودان، ومن هذا المنطلق اهتمت إريتريا أيضا بعد التغيير في رسم
علاقات جيدة مع السودان وكذلك مع دول الجوار كما شاهدنا في الفترة الماضية. الآن العلاقات بين إريتريا والسودان هي علاقات جيدة جدا ومتميزة، والزيارة الأخيرة للسيد الرئيس أرسلت يعني أسس جيدة جدا للعلاقات، وكذلك الزيارات التي قام بها السيد الفريق البرهان رئيس المجلس السيادي إلى إريتريا، وكذلك زيارة نائب الرئيس وكذلك دولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى إريتريا، كل هذه الزيارات كانت يعني زيارات ناجحة جدا، وفتحت صفحة جديدة في العلاقة بين البلدين. كما أسلفت الزيارة الأخيرة إلى السودان، زيارة الرئيس سياس، كانت ذات أهمية من حيث التوقيت ومن حيث الأجندة التي نقشت في هذه الزيارة، وعلى الصعيدين الثنائي بين إريتريا والسودان، وكذلك على صعيد العلاقات بين دول هذه المنطقة، وسيكون لها ما بعدها إن شاء الله. شكراً أستاذ عثمان، إليك الآن الميكروفون. خبر بتاعي إبراهيم ركب ويحولنا في إرتران سوداناً أمي أخسرت زلو إيو أب منجو هزبين أم منجو منجستر إرتران سوداناً نعو أمل كتكا قرب مبرهي نتي سكتا تللنا بزعبا زرك بزي كم يغيب أبتهز بغي انتا يعي جبر كم زلو تجل سنة. طبو بس عثمان كمتي أقدمي زبركو في كنت أعوز من إريتران سودان قرب ندحريك ملسي لنا أنت داري نايو أبتحلوكو مزي أبسودان زمسألوتي بسنكي نايتي زنبري سرعات في زمنا أتعاون وصائل كموين لتي زنبري سرعات زكوتلو زنبري لوتيكاوي أكايدان كموين زي كدوس وخاني إدانات أنصار إليزا زكايت زنبري نتي زمدنا تمتيز قبا ويدماني زمدنا حالي كم تزدل خيدا يسأنا إذا نردو مخنياتي دحري أب سودان زمت لوتي إريترا نتي دليتن حررتان نهي السودان تدقف وي نعوه تدقف حقر كمهانة مثلا نتي زمت لوتي دليتنا حزب السودان بمخبار مش كلهم أبتي طلوتيكا وهواهو جلو تفلا لي وقنات حيال ركبن شملوتاتن كتاية سلد سنحي إتي فلام ركب من البات أب قنبوت شحن تشعات ميتن كنت شحن عسرت تشعات نيرو بدحريو وين كالسالي ركبات أمامو تفل عليو سلسلطان إريتران سودان كتاية سنحو بسمران أبكارتون إزي ركبات إزي نتي بأبومبر ناي لولا هو بايت السودان ناب إريترا كمزي بلسة إحتقيرو مس بريزدنت إسياسن كالوت مرحنة هجر إريترا كمون بدحريو مخطلو ناب إريترا قيدو كتسيلوين قداما منيستر سودانوين ناب إريترا بسيكونيرو مس بريزدنت إسياس حيال ركباتن زتن تقايدو بدحريو قتسيلو زنبري ركباتوين أمود أتا ني
تاريخ او زمان عدتنا البريزيدنت في سياسنا السودان تقايدو ام مسكرم 2019 قصيلو ين تركبات امونغو السودان اريتران اي بارتن ب تفلالي درجاتاتو في كايت فني እዚ ትካይ ጸንሐ ርክባት ነዚ ኣብ ወርሒ ሰኔ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ሱዳን ዝተገብረ ዑደት ክበፅሕ ኢሉ ማለት እዩ። ኣብዚ ዑደት እዚ ሓያል ዝኾነ ኣብዚ ዑደት እዚ ኣብቲ ቅድሚ ዝነበረ ዑደትን ማለት እዩ ሓያል ዝኾነ ስምምዓትን ምርድዳኣትን ተገይሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ሓደ ሓድሽን ሕውነታውን ጉርብትና ንምስራት ክሕግዝ ዝኽእል እተፈላለየ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ተበፂሑ ኣብ ግዜኡ ውን ተገሊፁ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ውን ኣብዚ ዳሕረዋይ ዑደት ብፍላይ ኣዝዩ ብደረጃ ናይ ክልተኣዊ ዝምድና ማለት ኤርትራ ሱዳንን ሰሙን ብደረጃ ናይ ኣህጉር ናይ ዝኸባብን ናይ ንሰላምን ርግኣትን ናይ ዝኸባቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝነበረ ዑደት እዩ ነይሩ። ኣብ ዝመፅእ ውን በዚ ዝካየድ ዘሎ ርክባትን ዑደታትን ልዑል ዝኾነ ውፅኢትን ሓያል ዝኾነ ስራሕን ከም ዝመፅእ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝምድና ናይ ኤርትራን ናይ ሱዳንን ኣብቲ ዝበለፀን ዝሓየለን ድረጅኡ ከም ዘሎ ዝግለፅ ይከኣል ማለት እዩ። ናዓም ሽክራን ኡስታዝ እብራሂም። ብታኪድ ሓይኩን ለና ዕደት ልቃኣት ማዓክ ሓታ የስተውዕብ ልሙሻሂድ ኣኖ ከማ ዘከርና ኑ ኤርትሪን ጠብዓ ሙቀሰሚን ፊ ልዓለም من يعيش في أوروبا وفي أمريكا القارات الخمسة يتواجد فيها الإريتريين، ونحن طبعا تمكننا عبر هذه القناة الآن أن نصل إلى جالياتنا الإريترية. السؤال الموجود، لاحظت في الفترة الأخيرة وسائل الإعلام السودانية تهتم بنشاط السفارة الإريترية وكل ما تقومون به. طبعا لكم علاقات واسعة جدا كما ذكرت يعني قديمة ومتجذره مع الاحزاب مع مختلف الاحزاب السودانيه. الان يعني الدبلوماسيه الشعبيه انت كسفاره يعني هل لك ان تذكر لنا بعض النقاط؟ الان عندكم طبعا جاليه واسعه جدا وعندكم علاقات ايضا مع جمعيه الصداقه السودانيه الاريتريه، ما هو الدور؟ كيف تنسقون بين الجاليات الاريتريه وبين الدبلوماسية الشعبية بصفة عامة في السفارة الإريترية عندكم في الخرطوم؟ تفضل. طيب شكرا جزيلا أستاذ عبدالقادر. من طبيعة الحال وكما تطرقنا إليها في المحور الأول، السودان يعتبر محطة مشرقة جدا في تاريخ النضال الإريتري، هذا شيء معروف. والسودان لعب دور كبير، الشعب السوداني لعب دور كبير في دعم الثورة الإريترية، وتواجد الإريتريين في السودان عمق من هذه العلاقة. الجاليات الإريترية في السودان كانت وما زالت يعني تمتلك لإرث نضالي قوي ومؤطرة بشكل جيد جدا، وهذا التنظيم والتشكيلات المعينة للجالية الإريترية ظلت تتطور عبر النضال وتتكيف مع كل ال 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 في كل الاوقات مع طبيعه ومتطلبات المرحله، ولها كان ديناميكيه داخليه قويه جدا حتى ان وصلت الى مرحله الجاليات بدل ما كانت منظمات جماهيريه.
عودة بالعودة للسؤال فيما يتعلق بنشاطات السفارة الليبية. بطبيعة الحال السفارات دائما هي يعني تعمل على تحقيق المصالح العليا للوطن وللمواطن الإريتري في داخل البلد الذي تتواجد فيه هذه السفارات من خلال وبناء علاقات قوية مع هذه الدولة من خلال التواصل مع مختلف المؤسسات الرسمية وكذلك المنظمات أو الاتحادات والمنظمات الشعبية الأخرى. عبر التاريخ لدينا علاقات واسعة جدا مع جماهير الشعب السوداني وكانت وما زالت عدة محاولات كانت حتى في الماضي منذ فترة النضال في نشأت عدة تنظيمات أو جمعيات صداقة إريترية سودانية. هذه الجمعيات كانت تتطور من فترة لأخرى تماشياً مع وضع العلاقات والمستجدات التي تحدث في الساحة السياسية في السودان والعلاقة بين إريتريا والسودان. تواصلنا ومعرفتنا بالقوى السياسية المختلفة، النقابات، الاتحادات المختلفة كان له دور كبير في إرساء لعلاقات شعبية ممتدة بين إريتريا والسودان. وهذه العلاقات الآن تبلورت من خلال أنشطة شعبية في الثقافة، في الرياضة، في مختلف المجالات مع بالتنسيق بين السفارة والجاليات الإريترية وكذلك جمعية الصداقة الإريترية السودانية وعبر المجلس الأعلى للعلاقات الشعبية العالمية أو مجلس الصداقة الشعبية العالمية. قامت السفارة في الفترة الماضية بأنشطة كبيرة جدا وكثيرة، وكان للدبلوماسية الشعبية حضور كبير جدا من خلال الجاليات الإريترية وجمعية الصداقة الإريترية السودانية وكذلك أصدقاء إريتريا الكسر الذين ينتشرون في كل بقاع أو مناطق السودان شرقا غربا وشمالا وسطا. فالدبلوماسية الشعبية بين إريتريا والسودان ربما هي الحادنة الأساسية للعمل الرسمي، نحن هكذا نعتقد يعني أن هي الدينامو الذي يفعل العلاقات أو الحادنة الرئيسية للدبلوماسية الرسمية. ومن هذا المنطلق نعمل مع كل الجاليات بتاعتنا في السودان وعبر جمعية الصداقة الإريترية السودانية التي لها فروع أيضا في الولايات المختلفة في التواصل مع مختلف التنظيمات الشعبية والاتحادات الشعبية في السودان خدمة لعلاقات شعبية متميزة بين إريتريا والسودان. ولنا في هذا أرضية يعني ممهدة جداً ويكون في الخرطوم العاصمة أو الولايات. الآن لدينا جمعية الصداقة إريترية سودانية حتى في نيالة والفاشر يعني. ليس في الخرطوم أو في المنطقة الشرقية. فبالتالي
العلاقات الشعبية بين إريتريا والسودان علاقات كبيرة جدا ولها إرث تاريخي معروف. وزي ما أسلفت في البداية أنه السودان يعتبر في تاريخ إريتريا، وبالتالي العلاقات الشعبية أيضا تكون لها يعني تأثير ودور وفاعلية كبيرة في العلاقات الرسمية التي أيضا نبذل فيها مجهودا حتى تتكامل هذه الجهود وتكون في علاقات رسمية وشعبية قوية بين إريتريا والسودان. شكرا أستاذ إبراهيم. زميل عثمان تفضل. أمور بتاع إبراهيم أبقون نقول في دبلوماسي شنخ سخم تقبرو توقعوا دبلوماسي شنخات بكبات مساقر السودان بزعبازي هزباوي دبلوماسي كمي قالو بخمي نقل إسرائيو ركب سودان إرتران ناي عمي قصرت زلو مقل تقلزي ما خلنا شي قلنا تسرحكم تهزبوا دبلوماسيويس كندي ناي سرح أو سرح سرح شكرا سيد عثمان. زي هزبوا دبلوماسي كابتي وضعوا دبلوماسي كابو فلي خازر رأي كونن هذا أجد داسن مسر تاول سرحات ناي نايزي امباسي نايتن محبر حكومات ناني بحالي كال كم تاريخاوي امازازا في زمدنا ناي اريتران سودان بمسرتو زباوي زمدنا ناي ناي اريتران سودان زراخو تفلا ليو وي اعنود نايزي سرت نايزي زمدنا نازي ابتي تاريخاون جيوغرافياون محبراون سرتات ولا انتهلو نزي زودبون نزي بمنجدي نايزي زلنا ودابتات ناي حزباو دبلوماسي نحنا محبر حكومات ومؤمن محبر مدينة إريتران سودان نطالعو مستفل عليها محبرات في السودان زلوها زلنا زمدنا ومؤمن مستفل عليها بوليتيكاويان سلفتات زلو زمدنا نزي هزباو دبلوماسي نمحيال نعوه نمدرع كقبر زنتو حيالو نتفتات نيروم أب بهلاوي شنخ أب تفل عليو ناي محبراون سبورتاون نتفتات خكايت زنتو كابو حليفون بملكع ناي زيتي و وعلاقات وركشوبات لا تبركان زي زباو دبلوماسي نمحيال نتي وقعاو دبلوماسي نعوقو دفاع حيلي كم زخوون الناي مكبار زتخايد ونفتات أزيهم بزوحات يوم بحجوين حادة خابتي أقدا سسرحنا زي زباو دبلوماسي نتي أب سودان زلنا حيال سرت هزباو زمدنان نتي زنحنا ناي تفلا ليو مس قاسنا تتناقصو محازوت إريترا بمنجدي محبر المحزنة إريتران سودانن زكايد زلو بحيال دفئتن حيال تواسعون ناي محبر حكوماتنا زكايد زلو نتفتات أز يوم بزوحات يوم بحجوين نزي سرحزي لعول أغالبو هيبنا نتزم دلنا نمحيال نتي هزباوي نتزم دلنا إريتران سودان نتي أبزل علي نمبسحو زي حلل تعري تكاية تانيحو حجوين حيا زوحان سرحزي بإنهم دولو بدئيو تبغى عدل كوينو تي أبجزي قال سنا مسانا دو
ኢሎም ተቃለሱ ንቃልስና ዝሓገዙ ሓያል ኣበርክቶ ዝነበሮም ሱዳናውያን ብቁፅርን በቲ ዘለዎም ስፍሓት ወይ ፋሕ ኢሎሞ ዘለዉ ስፍሓትን ኣዝዩ ነቲ ነካይዶ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ሓያል ድፍኢት ስለ ዝህልዎ ነዚ ተጠቂምና ነቲ ዘለና ዝምድናታት ወይ ህዝባዊ ዝምድናታት ኣብዚ ማእከላይ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ከባቢ ናይ ምብራቅ ሱዳን ጥራሕ ካይተሓፅረ ናብ ኩለን ዞባታት ናይ ሱዳን ብመንገዲ ናይቶም ፅቡቅ ሌላ ፅቡቅ ምሕዝነት ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎም መሓዙትና ገይርና ከም ዝዝርጋሕ ንገብሮ ኣለና ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ህዝባዊ ዝምድናታት ይካየድ ኣሎ ክበሃል ከኣል ግን እቲ ብሕጂ ዝፅበየና ውን ማዕረ ማዕሪኡ ሓያል ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ንምብፅሑ ድማ ዝከኣለና በቲ ዘለና ሓያል ዝኾነ ህዝባዊ ድልየት ኣብ ሱዳን ማለት እዩ ናትና ህዝቢ ኣብ ሱዳን ዘሎ ነዚ ዝምድና እዚ ክሕይልን ካብቲ ዝለዕለ ደረጃን ንምብፅሑ ብመንገዲ ማሕበረኩማቱ ገይሩ ክገብሮ ዝፀንሐ ዝተፈላለየ ፃዕርታት ንዕኡ ንምሕያል ወይ ንዕኡ ብምሕያል እቲ ህዝባዊ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ምብራኹ ሓደ ካብቲ ይሰርሓሉ ዘለና ስራሕ እዩ ማለት እዩ። شكرا استاذ ابراهيم طبعا الان يعني اقتربنا من عندنا حوالي 10 دقيقه لان سنواصل معك الحوار في المرات القادمه الان انت طبعا يعني اوضحت التعاون الموجود بين السفاره وبين المؤسسات يعني المختلفه الحكوميه والشعبيه بالمقابل هناك استاذ ابراهيم بنتابع طبعا انت الان ذكرت قوه الجالية الإريترية وتاريخها النضالي لكن بالمقابل هناك من يحاول أن يصطاد في الماء العكر طبعاً أنا أتابع الإعلام السوداني يطرح قضية إريتريا بالإيجابية والنشاط والتعاون يطرحه بإيجابية لكن هناك عناصر لا ترضى بهذا الشيء لأنه لا بد أن تعرقل هذه العلاقة سواء كان النظام السابق أو غيره أو مجاميع مختلفة هناك ظاهرة لفتت انتباه الناس لم نتمكن الحديث معك حولها هو تزوير وثائق رسمية للسفارة الإريترية في السودان وتوزع ويعني حتى مثلا تحمل توقيعاتك الرسمية كيف تتصدون لهذه الظاهرة والاختراقات الموجودة من جهات تريد أولا عرقلة العلاقة بين السودان وإريتريا وثانيا لا أغراض يعني خلفيات يعني لا نريد أن نتحدث عنها في هذا الحلقة لكن في المرات القادمة ممكن نتعمق في هذا الموضوع ما هي الأسباب لماذا يتسلطون على السفارة الإريترية دون غيرها من السفارات المنتشرة في العالم؟ طيب أولا لنا علاقات زي ما نتحدث قبل قليل مع كل القوى السياسية هنا في السودان ويكون الإخوان الموجودين الآن في قوى إعلان الحرية والتغيير في مختلف أحزابها في داخلها والنغابات الموجودة في داخل هذه وكذلك القوى السياسية الأخرى يعني هذه العلاقات هي التي مكنتنا من خلق جو إيجابي جدا لتطور هذه العلاقات وكذلك لبناء علاقات قوية بين إريتريا والسودان يعني بالإضافة إلى الإرث العلاقات الإريترية السودانية والمقومات لهذه العلاقات الطبيعية الموجودة الآن بين إريتريا والسودان يعني العلاقة بين إريتريا والسودان جغرافياً، تاريخياً، اجتماعياً، ثقافياً دي كلها من الأعمدة الأساسية لهذه العلاقة لكن تحتاج إلى عمل خاصة في جانب الدبلوماسية الشعبية وهذا ما نعمل فيه الآن يعني بجانب
الدبلوماسية الرسمية. فيما يتعلق بعد الوثائق التي تظهر أحياناً وتختفي وثم تعاود، هي ما محصورة حقيقة في السفارة الإريترية، ربما لم تمر عليك رسائل مثلها، لكن هي تمت لأكثر من سفارة يعني، وأكثر من مؤسسة، هي عبارة عن شيء مفبرك عمداً بقصد التشويش على هذه العلاقة التي تتطور من يوم إلى آخر، لأن أصحاب هذه النفوس لا يمكن أن يعيشوا في جو مستقر بين إريتريا والسودان، ولا يمكن أن يعيشوا في جو آمن وفي علاقات مستقرة بين إريتريا والسودان، وبالتالي لا بد من خلق عراقيل أمام تطور هذه العلاقات بمختلف الوسائل. لكن إعطاء هذا الموضوع هو ما ذات أهمية كبيرة ولا ذات اهتمام، لأنه الغرض منه هو التشويش، فطالما نحن عرفنا أن هذا الغرض هو التشويش على هذه العلاقة فنحن حنعمل في توطيد العلاقة بوتيرة أكبر وأسرع حتى لا تكون هنالك ثغرات لمثل هذه النفوس المريدة تجاه كل ما هو إيجابي يعني. الآن الوضع بين إريتريا والسودان سواء يكون شعبياً أو رسمياً الوضع إيجابي جداً والعلاقات مستقرة، فما الفائدة من أنه الواحد يحاول في تعكير هذه الأجواء إلا لأنه لا يمكن أن يعيش إلا في ظل أوضاع غير مستقرة بين إريتريا والسودان، وهذا الشيء ربما لا بد من الإشارة إليه، أنه المجتمع ويكون هنا في السودان أو في إريتريا أو في المناطق التي يستهدفونها هؤلاء الناس، المجتمع أصبح مجتمع واعي، لا يمكن أن تنطلع عليه هذه الأشياء يعني، وبالتالي المجتمع واعي جدا وفاهم لمثل هذه الدسائس التي تحصل من هنا وهناك لتعكير الأجواء الإيجابية التي تعيشها العلاقات الإريترية السودانية، وسوف لن يكون له أي صدى في هذه العلاقات، ولا أعتقد هو ذات أهمية يعني. لكن الشيء الذي يجب أنه دائماً أن نكون حريصين عليه هو أن أي أفعال بمثل ما شاهدنا الآن هي دائماً تأتي من هؤلاء الذين لا يمكن أن يعيشوا في وضع مستقر في العلاقات بين إريتريا والسودان. فإذا كان الواحد فاهم هذه القاعدة لا يمكن الاهتمام بهذا الموضوع، وربما حدث أكثر من مرة وممكن يحدث في المستقبل، لكن ما زاد أهمية ولا حيكون له أي تأثير في هذه العلاقات. شكرا أستاذ إبراهيم. كما أسلفت إبراهيم، لحظة ثانية واحدة، كما أسلفت أنا والأخ إبراهيم اليوم ضيوف على برنامج حوارات، وهذا البرنامج يديره الأخ الزميل عثمان، فسأترك المجال الآن للسؤال الأخير ثم تختم الحلقة، لأن أنا والزميل إبراهيم اليوم ضيوف عندك أستاذ، تفضل. شكرا. بطايا إبراهيم ميديا وي جاجتات وي تشقني في ناي ميديا ناي سودانسي بزعب أكران سودان انزلو صبو أركب بصبو ام دغال شو تمزبزو جن اوشتي صبو سلاماوي هواهو اوشتي تروي هواهو رسحت ابرسح دنبرون
أب كم دقت سلوز دليو جلي جلي رسحات بقتات سلدي سانو بزعبرو أبزي أب أب دوكمنت ديو أب سندات نايترا ديكونس أب ناكالي وين بفوتوشوب جلي ملي غير كازو كبر بزح نجارات سلزولوسي بزعبو نايمور دا تحتو بزعبو قرب نبره تتبالا الرائد عثمان يغني اللي من البات كم تزغل اسكايو اتي اتي اوانتاوي الجلالسان متزولو هوا هنا زندنا كلا مع كناتنا يزينا بسموك كم زغل اسكايو ازلك عيو ازوين من البات ابتي زيناوي مداي بزح اجيبنا وين سلازي نسرح وين نحنا نشوف كل واحد قوين جين معره معريقه تزمدنا ابزل على درجوه قيد كله نب تصبق انفت قيد كله الرأي وقال قال قالوا تاوي يوتاتن كونيل كاز غبروين شتاتنا كنتي انت وي اقدم بيلو بتساي حمدان في جولس سنه إزي عينة سراحكم تكبرتون أب حادة هدو زغانة ويد ماني صبوغ زغانة زمدنة ناي كلتيو هاقرن هزبن كنوبرو زي كؤلو بأتاتات سلو زغانو بهريا ويقوم عينة ترئيوتات كرئي جين قمت كيهابنا في علامون في مقدسون تراتا فليتو نزل قمت كيهابكا نتي إبرتسب تسوم كم تارجت جيروم سورتلو زلو إبرتسب يكون ولا في أجندة ردوس لزمان تنقحات من عبيو سلزلو بزيك زيزي بزعبا خمسة عينة ترئيوتات بزوح واقع يتهلون بوغنا خا نتي زلو زمدنا مما لسنا نخن حيلون كنبراتعون كندرعون أبتي وقعاو زمدنا يقون أبتي هزباوي دبلوماسي نخن سرح مما لسو ذا التبابع سلزوهنة اتي تغيرو زولو بزوحيو بحجز بزولو خاز بزح سلزوهنة أبو هنا برتعنا نخن سرح سرحك سبينا يمالكي جين إذا خمسة عينة ترئيوتات بزوح قمت زوهابو يكونن وحنياتو تنسراحين توم توقبورتون تعلامة ردوس لزوغاني نعلو قمت كايهبكا رايا في ذلنا سراح أدهيب سعرنا غيرنا نتزم دنا أبتنتيو محاورو مالتيو أبتي وضعاوي هون أبتي هجباوي معون محيال معون مدرعا تسترع عبي سعر تصبينا يو ناتكم قبروز لكم حياة سرح دماني نزي كمزة عينة تاشمون من سبراق في حدكتات بهزبين نبصح دماني زوين حالي عبي جامس لكم نايكو لهنا سرحنا نايكو لهنا سعرين كتنديو مالك أختم الحلقة باللغتين أستاذ عليك الخاتمة بالعربي وبالتجريد كبر بطاية إبراهيم جزيخة وفيخة زخلو أقداسين وأروى وقع ما عاون ليكونس أقداسين حبريتا شهبكانا بتعمل نمزقناكا نمتا عاون من البات الجلات نزهلو نراهم مقاننا مستقر إن لا تمننا رب العالمين إن شاء الله نزي لبدا كوبيد الجيسو قصب نقاتون أب إسودان يكون أب إرتراها نراهب إن لا تمنخو نايلومي مدبنا أبزيان والدين شكرا للأخ الرفيق إبراهيم إدريس القائم بأعمال السفارة الإيطالية في السودان شكرا للأخ عبدالقادر حمدان من برلين وبهذا نختم اللقاء شاكرين السيد إبراهيم لوقته
الثمين الذي أعطانا إياه وللتوضيحات والبيانات أو ما وضحه لنا ولكل متابعين هذه القناة. شكرا جزيلا لك، وسيكون لنا لقاء إن شاء الله. تفضل أخ إبراهيم. بإذن الله. أنا أشكر الأخ عثمان وكذلك الأستاذ عبد القادر أيضا، وعبركم لقناة القرن الأفريقي ولكل المشاهدين والمستمعين. وأيضا أشيد بالدور الذي تقوم به هذه القناة في إرسال المعلومة الصحيحة للمواطن الإريتري في الداخل وفي المهجر في هذا في داخل هذا الكم الهائل من المعلومات المغلوطة والمدسوسة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وكذا. فبالتالي هذه القناة يكون لها يعني دور كبير في إيصال هذه الحقائق، وأن تكون أيضا جسر التواصل بين الإريتريين في المهجر والوطن. ونتمنى لها التوفيق والنجاح في مسيرة هذه في مسيرة عملها في هذا الحق. كما أود أيضا أن أتقدم أيضا بالشكر لكل المواطنين الإريتريين في السودان لتجاوبهم السريع ولعطائهم المخلص في العمل مع السفارة ومع الجاليات الإريترية عبر لجنة التصدي، وكذلك دعمهم السخي لصالح مكافحة هذه الجائحة في إريتريا، والتي كان لها لهذه المساهمات ولهذا التجاوب دور كبير في أن نخطو خطوات مبشرة أيضا في احتواء هذا الوباء وفي وطننا العزيز. وأيضا أتمنى وأدعو كل الإخوة الإريتريين والمواطنين الإريتريين في السودان في أن يواصلوا هذا العطاء وهذا الدعم والتواصل مع لجنة التصدي ودعمها في أن تقوم بدورها في مكافحة هذه الجائحة هنا في السودان، ومساعدة كل الإريتريين الذين يحتاجون منا المساعدة. شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة هذا اليوم، أجريناها مع الأستاذ إبراهيم إدريس القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا لدى جمهورية السودان الشقيق. وحتى نلقاكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله أنا وزملائي فريق البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.